وقد تمكنت الاقتصادية خلال السنوات المنصرمة من تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الثقافية والبرامج الدينية المنظمة في الدورات السابقة للاقتصادية، محققة بذلك النمو المتوازن وتطورا متكاملا جعلها إحدى أكثر الاقتصاديات الدينية إشعاعا وتأثيرا وإنجازا وعطاء في النيل وإنما في العالم كله. ونحن لله الحمد لها في هذه الإنجازات التي تحققت وفي هذه المكاسب التي تعاقبت، ليس فقط تعزيزا لرصيد العمل الإنساني المشترك، بل لها في ذلك كله ما يعطي الحجة والبرهان بعد البرهان أن الشعوب الإسلامية وأفراد الأسرة الإسلامية البنيان يشد بعضه بعضا من شرقه إلى غربه.